اهلا بيكم مجموعة نم صغيرة كده على الماشي عن مهرجان الفضائيات العربية 2024. حد شاف اللي انا شفته؟ مي عمر اول مرة تمشي على الريد كاربت غير جوزها المخرج محمد سامي. بلاش اشاعات وفضول، ما تقلقوش، هو برضو اتكرم كاحسن مخرج عن مسلسل نعمة الافوكاتو. بس واضح بقى ان اليوم ده ما كانش يومها، لانها وصلت متأخرة كمان بعد ما استلمت جايزة الابداع، كانت عشان تقول كلمتها ما لحقتش يا عيني. المذيعة بدأت تتكلم عن ضيف تاني خالص، وده موقف احرج مي عمر جدا، بس سيبكوا بقى، فستان كان يجنن. الفنانة ليلى زاهر اتكرمت للمرة التانية في مفيش، يعني هي ما لحقتش كام يوم بعد تكريمها في حفلة دير جاست عن دورها في مسلسل اعلى نسبة مشاهدة. والفنان احمد زاهر والدها برضو اتكرم. هو انتم ملاحظين ان معظم اللي اتكرم في حفلة دير جاست هم اللي اتكرموا في مهرجان الفضائيات العربية. الفنان احمد السقا فاجئ كل الحاضرين بانه اهدى تكريمه عن دوره في فيلم السرب للفنانة الراحلة ناهد رشدي، وده المعروف طبعا عن جدعانة احمد السقا. اما الفنان احمد العوضي صرح انه حب الاكشن من الفنان احمد السقا وبدأ جيم بعد ما اتفرج على فيلم تيتو. وطبعا لازم يتكلم عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وان هو بيتمنى لها نجاح مسلسلها في رمضان الجاي. ده ايش يا كدي. واخيرا وليس اخرا، لوك الفنانة غادة عبد الرازق المتألقة اليومين دول بفستان فيه ورد ومنفوش ولونه ازرق، خايفه من الحسد. بس الحمد لله المره دي ما كانتش بتجري على الريد كاربت، بس جريت على الستيج وهي بتستلم الجايزه. بس يا ترى بقى لاحظتوا لما المذيعه قالت نبارك للفنانه غاده عبد الرازق على حصولها على فاوتشرز بقيمه 1,000,000 جنيه من شركه الطاحون ديفلوبمنتس من المهندس اشرف الطاحون؟ 1,000,000 جنيه بس المهم بقى هي معلقتش خالص وقالت مرسي. بس تفتكروا ليه؟ وعلى فكرة بس هي مش لوحدها، ده كمان الفنان مصطفى أبو سريع لما طلع يتكرم عن دوره في مسلسل العتاولة وهو نازل قال لهم يا جماعة فين الفاوتشرز، وبعدها بما فيش اتنده عليه من المذيعة انه مش بس كسب 1,000,000 جنيه، ده كسب فاوتشرز بقيمة 1,500,000. هو المعروف عن مهرجان الفضائيات العربية انه بيعتمد على تصويت الجمهور، بس في مسلسلات وفنانين اتكرموا بس ما حضروش، ودي غريبة شوية.